السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم اليوم يا شباب. 10/10/2022 احنا الآن في سوق البقارة جنوب محافظة الحسكة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواني لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. تبارك الله 29 قرقورة يا شباب صارت 200 اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قراجير رباعية ثنية طالعة رباعية واحدة والباقي كلها قراقير. اي نعم ما شاء الله تبارك الله تبارك الله اللهم صلي على سيدنا محمد ما شاء الله. 200,000 يا عمي. كم راس خالي كم راس؟ 29 راس يا ابو 29 راس 200,000 اللهم صل على سيدنا محمد. 200,000 من قال لي 5,000 يا شباب؟ اللهم صل على سيدنا 5,000 5,000 10 ايام حجي الراس حجي حجي 10 ايام وكان مصعب نعم والحجي 10 ايام 10 ايام موعد ها جاي تشيل فاتوره يا شباب ال 10 ايام طبعا صار سوم هذا والسوم يا شباب هذا فتح مزاد يعني المزاد 5,000 10 عليك مصعب 10 عليك روح 10,000 10,000 اي نعم 15 بدلي 15,000 20 عم احمد 20 ربع 25 صار عندنا والنعم 25 ابو حاتم هادي هادي شوي هدي مع العالم العالم مترزق الله إيه. على راسي والله الله ما باليوم والنعم 225 اي نعم الله يسلمك على من يا شباب من قال لي 30 طلع حراج يا يا متوحمه بحراج يا العيون متوحمه بحراج ولا مي حراج هي 225 ما شاء الله عليها 225 30,000 اشتري 35 رزق الله اشتري 35 رزق الله يبيع ما يبيع حروه 35 يابا 35 اللهم صل على سيدنا محمد قرقرة يا شباب 40,000 يابا اي نعم بها واحدة ثنية طلع رباعية بس 40,000 هاي عنده 240,000 اي نعم ما شاء الله تبارك الله 240 انطوا اول حمدان انطوا اول حمدان وراكم الزلمة انطوا قوم جيال يا جماعة تقدم ابو حميد صارت 240 ثنايا عمون 240 شوف السيد شوف 240 شوف الملة 240 الله يحيي الملة الحمد لله على السلامة وسلم متى معاك تنشر شوف اليوم 240 يابا اللهم صل على سيدنا 240 50 شوف راعي يا اخي اي نعم يريده 250 اي نعم احنا عاد احنا حكيت راعي حكي معنا 250 اي نعم اي نعم من اشترى 250 تحرج عليها يا شباب من اشترى ب 50 تراجع راعيها من اشترى ب 50 تراجع راعيها ما بدنا نضيع اتصالات وروح المطار اي نعم فاتوره هي صارت 240 فاتوره يا شباب 10 ايام اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله ما شاء الله حرام عليك 240,000 ما شاء الله 250,000 على راسي الغزال على راسي خالد احلى تفاحه بدم شوربك على راسي والله شنو صار 250,000 صارت يا شباب ما شاء الله تبارك 250 ما باع شباب 250 ما باع هاي هي مي ما باع اللهم صل على سيدنا وهذا صار 300 نعم 300 بغزال 300 تو جاب التفاحه اللهم صل على سيدنا اي لا تو جاء التفاحه التفاحه يا ابو وليد يا ابو غزال هاي تفاحه خالد ابو حاتم شلون وضع السوق الحركه شلون؟ والله حركه مقبوله مقبوله اي نعم زينه ما شاء الله اي نعم عندك هاي من قطايم استرسالات 250,000 اي شفناها هذا انه يعني حيل اعتبرها اي حيل اما اللحم المقبول وصل زي انا صار 300 اي نعم هذا انه صغار هذا انه 350 الجوز اي الوحده 175 350 نعم ما انت شاطر بالرياضيات لا ما 50 بس الاول 175 يا شباب والله جوز صار وهاين عجل الوحده 275 275 نعم اي نعم 275 صار هذا صار 200 اي نعم ثنايا 255 255 اللهم صل على سيدنا محمد 255 ابو شركيس صار 800 اي نعم وهذا ابو جلال على راس ابو جلال شو رايك ابو جلال راس هذا ابو شركيس 800 كفاله ابو شركيس ابو شركيس صار 800000 كفاله كفاله اي نعم مو حرجي
مكوحة مو مو بالحدث. هاي تفاحة وجه. اي نعم. هاي العيون ابو غزال بالنص والله على راسي. بالنص. على راسي. ما تعدي بحلقي. من واساك من واساك ما ظلمك. اي نعم ما ظلمك. راسي. والله اقول لك. اللهم صل على سيدنا. قاعد يلف غازي. الغازي الى المتوازي ها؟ شلونكم محمد؟ شلون السوق اليوم؟ والله حركة جيدة. مو زيادة والله. اي نعم. ما قاعد تظبط حركة السوق. لا. وانتقلنا الشباب للدلال ابراهيم الشراوي ابو احمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله الحلال ماشي حاله اليوم والحركه تبين نوعا ما جيده. طبعا اراء المربين يعني تختلف، ناس تقول مي كويسه، ناس الدلال يقول كويسه، حسب يعني كل دلال عنده رزقه، الرزق على الله. اي نعم. تشوف القلم هاي الطيبه وين وصلت عند اخونا ابو احمد. ايش طالب عليه ابو احمد؟ 475 طالب عليها 475 ألف ليرة سوري الرأس الواحد قنم فوقانية ما شاء الله عليها لحم بيها عشار بيها عشار اي نعم فتة ولحم وعشار ما شاء الله عليها شيء طيب ما شاء الله رباعية زينة زينة الغنم عليهم الله انه بيها عشار اي نعم ما شاء الله عليها هاي أيوة وصلنا للخال ابو مراد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شو اخبار ابو مراد الله يحييك شو وضع السوق اليوم والله زين ماشي الحال زين زين أو بعض المربين يقولون مو زين مو زياده قال زين قال منزلون عجل ضعيف وما تعرف تنباع يقول مو زين السوق اكيد ايوه يعين الله يعين الله الكل والله اي نعم هدوه بدنا ابو مراد عدلنا والله سامن 360 ما شاء الله الوحده تبارك الله 360 الف ليره سوريه شباب وقنم عواس سورية قلم نظام يعني عادية اي رباعيات اي نعم دواب زينات ما شاء الله عليه هذا يا شباب دواب وسطات 175 شنو سنة ابو مراد كبار عمر نعم. اي و175 ابو مراد كالاسعار هاي يعني دواب كبار دا اشوف ايش قد راسها يعني دواب كبار و175 اول ما كانت تنسام يعني فترة قبل شهر يعني انت كدلال قيمتها زادت قيمتها هالزياده هاي تحسن بالسوق ولا شلون يعني تحسن بالسوق طبعا اي يعني كتجاريه كانوا عاجه صارت تجاريه انه نعم تجاريه اول كان عندها 75000 100000 اي اليوم زادت يعني 75000 100000 زادت وحتى كان حقها اقل يعني كانت 100 ولا 75 حاف ما كان عليها مشترى يعني ما كان عليها اي هسه مرغوبه مشتراتها يعني نعم. فلذلك زاد حد انا قامت تربي إيه؟ ربط و وتجني والمواد العلف زاد رخص مواد العلف زادينا ماشي حالها صارت ما خالي العلف منه مو نزل اما انه سلم مادة الخالة اي وتبن اسعاره زين اما لا الشعير والله لسان قلع اي نعم هاي صارت 275 يا شباب واريدها ب 300000 ما شاء الله عليها يا رب مراد هسه جوا 300 ما تبيعها والله مو الحلال بيد اهله يعني ايه يعني هم هاي يسعرون ايه طبعا طبعا وهاي انتقلنا للدلال ابو ابراهيم عم ابو ابراهيم شلونك عم ابو ابراهيم؟ شلون وضع الحركه اليوم ابو ابراهيم؟ والله اليوم تعيسه تعيسه حسب يعني من دلال للدلال والله بيه مشترى ماشي الحال يعني مشترى مقال الحلال الحلال اي نعم اي نعم هذا الجالينج هذا الجالينج هذا صار ب 450 هذا صار ب 450 والله شبش خشن بس ماله رباطه يعني ايه ما شاء الله عليه والله شبش خشن يا شباب فحل خشن طيب بس ماله رباطه ضعيف اي نعم 475 صار اي نعم هذا البارت هذا البارت يريد ب 400 وما صار بشيء التوم مع نعم عنز هي سخلات وراها مو؟ اي نعم سخلات وراها صارت 410000 شنو السنه ابو والله مثال زين فتيه مبينه اي نعم سخلات وراها يا شباب صارت 410000 العنز أول الدلال عمي منيف ابو احمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا شباب السوق معبي غنم يعني اغلبيه السوق كله غنم ابو احمد شلونك ابو احمد شلون السوق ابو احمد اليوم والله زين السوق زين اي نعم هدوه بدنا ابو احمد هذنا 250 وهذا 325 نعم هذنا 250 250 الوحده يا شباب اللهم صل على سيدنا محمد اي نعم هذنا 325 صارت الوحده يا شباب طبعا ما باعها صارت اي نعم اللهم صل على سيدنا محمد هاي الفطام يا شباب صارت 155 فطام طيبات ما شاء الله عليهم 155
أظن الدواب صار إن 225 الوحدة ما شاء الله عليه 225 خلف الطيب هاي أبو عمان 175 ويريده 200,000 تريده 200 إيه تمام الله يجزاه خير أبو عماد على رأسي. وهاي يا شباب انتقلنا للدلال منصور أبو محمد عنده العجة هاي وصلت 460 ألف عجة هاي زينة ما شاء الله عليها عجة لحم طيبة ما شاء الله طبعا ما باعها بس صارت إيش ذانا 460 يعني عفنا إيه نعم هاي ناجي على الموسى شباب 80 حاف أبو محمد ها إيه نعم 80 حاف إيه نعم على الموسى يا شباب إيه نعم 80 مدري كان بيشيل على القصاب يعني 80 حليل ميت ورثة 80 خلنا نخلص من هاي نجيك هنا 85 هاي المنهج وين راحوا الولد؟ وانا اللي اكلوا اللحم وين؟ هذه صح ما ترهم؟ ما ترهم 85؟ فكر على 100 خيوزي هذا حجك هاي 90 على جبل يا اخي 90 هاي 29 قاعد يقولوا 90,000 يا شباب ودفع بيها 85 90 راحت الضحك مرتاح ما اقبل 85 ما باع وهاي انتقلنا شباب للدلال عمار الحمداني ابو احمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمود ابو احمد ايش رايك ابو احمد شو وضع السوق ابو احمد اليوم والله زين الحركه العجه غاليه السوق كله غنم اي نعم طيب الفطايم هذا ابو احمد صار 150 فطايم يا شباب صار 150 هسه خلاص ابو احمد هاي 40,000 بس خلاص يا شباب صارت ب 40,000 هاي العجة الزينة هاي 375,000 وبايش رايد ابو احمد؟ والله يريد 425 صارت 475 375 ويريد 425 اي نعم وهاي انتقلنا شباب العمي علي ابو ايناس شلونك عمي علي؟ اخبارك؟ شو وضع السوق عمي علي؟ والله ماشي حاله خدوا عين خدوا عين اي والله اي ما شاء الله طلعت مصاري انطيني مصاري استاهل والله راسي والله على راسي طيب هذا الخروف هذا فطيمه شنو هذا؟ 3.5 يريدوها هذا خروف يريده ب 350 لسه ما صار بشيء تمام صار 250 صار 250 طيب هذا الفطايم هذا نريد 200 هذا نريد 200 ما صار بشيء ما صار ودي اي نعم ما شاء الله هاي فطيمه يا شباب يريدها 150,000 اي نعم ما صارت بشيء هاي فطيمة يريدها 140,000 ما صارت بشيء. وهذه صارت 113. هاي صارت 113. اي نعم. حلوة اي. يا والله ركز لي عليها. ايش سوولها؟ اي نعم اي نعم زينة ما شاء الله. تمام. عم ابو علي شلونك عم ابو علي؟ اخبارك؟ انت تصير خالي مو عمي يا اخي على راسي. خلك عمك اني ايش تريد انا؟ والنعم منك والله كفو والله. خال ابو علي ايش وضع السوق؟ السوق ماشي حاله ماشي يعني شوي جاي بتحركات زينه بالعجل اي نعم ان شاء الله الله يجزاه خير ابو علي على راسك ابو سليم شلونك ابو سليم اخبارك والله نسيب افعى والنعم منك الحمد لله على السلامه الله يسلمك كنت بدمشق انت اي نعم الحمد لله على السلامه شلون العاج وان شاء الله وضع زين الله يحفظك ابو سليم ابو سليم شو وضع السوق اليوم والله هادي هادي اي والله اي بس العجل غاليه لا والله زاد العجل هادي مهدي يعني اي والله تمام ادوا بدلنا الدواب هذا صار 310 حقنا 400 حقنا 400 نعم والله نازلات صار 310 وهذا صار 300 هذا صار 300 نعم على دحام يا اخي والله ذنيك من زيدت عن هذا الشيء من زيدات بس اما هذا صار عليه سوم ايه 300 هذا صارت فوق ال 405 اسبوع الماضي صارت فوق ال 400 و5000 اي نعم واليوم 310 اي نعم الله يجزاه خير ابو سليم على راسي الله يبارك فيك هاي انتقلنا الدلال ابو حسين الشباب اللهم صل وسلم وبارك هاي انباعت 255 شباب هاي ناجة ثنية القرقورة الزينة 255 اللهم صل على سيدنا محمد 400 بابت هذا صار 60 وين وصل ابو حسين هذا وين وصل 325 يريدوا 400,000 400 ما بعته والله صار ما قبل اليوم صار 400 اي نعم ايوه هذا صار 260 هذا صار 260 وهذا 160 وهذا 160 طيب هذا الحلو هذا الكبير هذا ما صار بشيء ما صار بشيء اي نعم هذا فحل زين شوف فحل بلدي ما صار بشيء بايش تريد ابو حسين 850 اي نعم ما صار بشيء هذا بايش صار هذا البركات هذا يدفع 500 ايوه بايش تريد انت والله طلبت عليه
900 ما صرف. اذا ينتهي اقفل لك. اي نعم هذا الفحل مكفول اذا ما جاد يكفله. اي نعم يريد 900 جاد ينطيه 500 وبفرق يعني. هذا انا دواب ابو حسين هذنا. هذا صار 300 هاي الاربعه. اي نعم القلم صارت هاي الاربعه نعجات 300 الوحده يا شباب. نعم 300. طيب هذا انا ابو حسين. هذا ما صار. ما صارمش. هذا نريد 150. اي نعم. شباب السوق الاعلى في سوق البقره. قبل ما نبلش يا شباب ننوه المعلومه مهمه لكل المربين وكل المواطنين وكافه الناس انه هناك معمل افتتح في الشهر العاشر من هذا العام. نعم معمل الفرات في موقعه معمل الفرات الرقه دوار الصوامع المجفف معمل لكافه المواد العلفيه. نعم من خلطات وجريش ومواد مكفولة. نعم المعمل قطاع عام، المعمل ينتمي للقطاع العام، دعم للثروة الحيوانية. طبعا توصيل الأعلاف على محافظة الرقة الحسكة منبج دير الزور كوباني كافة المناطق اللي محيطة بمحافظة الرقة. اي نعم واصل للبيت يعني. وهذا المعمل دعم للثروة الحيوانية وأعلافه أرخص من السوق بكثير. طبعا يا شباب البيع للكل يعني البيع لكل المواطنين كل المربين دون اي عائق دون اي حاجز يعني. الاعلاف واصله للبيت يعني دون اي عائق ما في شيء يمنع والبيع للكل يعني بدون اي ورقه بدون اي شيء البيع للكل. معمل الفرات محافظه الرقه دوار الصوامع المجفف. نعم طبعا يا شباب المعمل عملنا له دعاية على صفحة أبو غزال البجاري على الفيسبوك. نعم بمقاطع فيديو ببيع مباشر يعني مقاطع تضمن أنه بيع المباشر للمادة العلفية. طبعا أعلاف للدواجن وأعلاف للأبقار وأعلاف للأغنام. وهي راح نبلش يا شباب من عند الدلال عمي ابو احمد البجار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المشاهدين اشتاقوا لك ابو احمد. حياك ابو غزال. شلونك؟ اهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين. على راسي من زمان ما بيت عشان الامه العربيه والاسلاميه. على راسي والله. الله يحفظك يا ابو احمد. ابو احمد الاسعار بشكل عام. والله الاسعار ما بسيوله بنوبه. اسعار أيوة. ميته. يعني شراء قليل. قليل جدا. ايوه. اسعار ميته. الشعير بيش اليوم؟ الشعير من 2600 لل 2500 الشعير الاسود من 600 من 2600 وجوه عم نزل شيء 100 ليره نزل. ايوه ش... الحنطه الشعير المستورد المستورد الايه 2000 الكندي يقولوا الكندي ما اعرف 2000 ايه الحنطه الحنطه من 1800 لل 2150 هذا سقفها هذا سقفها جوا 1800 ما بي ما بي جوه. طبعا 1800 ابو احمد تصير خبز وتصير علفي. ايوه تمام انه بيها الشعير تصير ايه تصير علفي. اما بذار ما تصير يعني لا بدار ما بدك 2100 2150 اعلى سعر. تمام انخاله انخاله 1000 1000 نزلت ماده كثير من الخاله. ايه انخاله 1000 ايه والتبن 335 بعنا تبن مثل الذهب اليوم واصل للبيت زاد. اليوم ابو احمد بدك المساء ايه نفس الشيء 335 واصل للبيت. لا اصل للبيت اذا بيتك بمخرم نوصله. والنار وطيب الخبز الخبز والله ما عندي خبز بس اكيد سعره من 1100 يعني ابو احمد بشكل عام لمحه الاسعار يعني قصدي حركة شراء ضعيفة ضعيفة جدا والله. ايوه بما انه احنا بموسم بذار احنا بموسم بذار يعني ولا حالة يرثى لها يعني. يفرج الله يا ابو احمد يفرج الله ونشكرك والمتابعين كلهم يشكرونك على التوضيح. على راسي والله على راسي. الله يبارك بك يا ابو احمد. هاي الاسعار شباب في سوق الاعلاف في سوق البقارة جنوب محافظة الحسكة لقناة سوق المواشي في سوريا. أخوكم أبو غزال البجار لأي استفسار صفر على رأسي 0927-419-318 صورنا لكم يعني شيء بسيط ولكن تعرفنا الأسعار بشكل عام يعني. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا سوق المواشي في سوريا وفعل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. يا شباب لما نقول فعل زر الجرس احنا كلامنا مو روتيني يعني انه حتى لما تكون فايت على اي برنامج مثلا فايت على الفيسبوك نزل مقطع لاي سوق على قناتنا يجيك اشعار اعلى الشاشه. إيه يجيك اشعار اعلى الشاشه انه نزل المقطع هذا حتى ما تستنى انه انا ابعث لك الرابط او حد يبعث لك الرابط. احيانا والله ما نقدر نبعث الرابط للكل يعني ضغط شغل وتعرفون انتم. الله يجزاكم الخير ويبارك بكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.